استحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هبحب أنا شد وأغني بنغنيها لك يا رب السماوات كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي التسبيحات نظما وترتيلا تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات ليك تسبحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هبحب تعال وغنم معانا أحلى الترانيم هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم إلهك صالح اشهد له قل له انت عظيم وليك تسبحنا من كل القلب ليك تسبحنا من كل هبحب مساء الخير أعزائنا المشاهدين المشاركين دايما معنا في برنامج ليك تسبحنا فرحانين بوجودكم معانا أجواء جميلة وفي مصر عندنا مطر في القاهرة لكن احنا فرحانين جدا يمكن مطر الخير والمعرفة الإلهية تغمر كمان حلقتنا الجديدة من برنامج ليك تسبحنا قبل ما نقول حوار طويل وكلمات جميلة عن البرهان العملي عن الحب في الصليب وتأثير ده على حياتنا برحب بالضيف بتاعي الجميل الأخ جاك إيميل أهلا شكرا. بيك أهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا في البرنامج ميرسي شكرا قبل ما أسألك على احنا فرحانين بيك وقبل ما اسالك على العنوان الجميل ده والترانيم العتيقه الحلوه بتاعتنا احنا بتاعت زمان أيوة. هنرنم مع بعض لرب السماء لانه يستحق تسبيح ولا سيما ان برنامجنا هو ليك تسبيحنا يلا نغني لرب السماء مرنمين وهاتفين لمجد الرب لما نعرف سبب الغنى والهتاف والفرح انه الصليب ان الحب اللي تقدم لينا من خلال الصليب هنعرف نهتف من كل القلب مش دعوة للهتاف بالغصب بالعافية عشان احنا بنخد ترانيم لأخ جاك وانا وناس كتير فما يلا قولوا معايا مالكوا صوتكوا كده واطي ما بحبش الحتة دي لانها صحيح. مش هي الحافز والدافع ان الناس عشان تراضيني وانا واقف على المنبر فترنم لكن احنا بنغني هاتفين لأن عندنا سبب عظيم اللي هو حضرتك اخترته في العنوان السبب الرئيسي اللي احنا كلنا نفرح ونغني بيه انه الرب احبنا محبة فائقة المعرفة في أفسس 3:14 يقول ليعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليه؟ يقول
ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. يقول حتى تستطيعوا أن تدركوا. يعني الرب يديكوا القوة دي وتفهموا ده، أنه تفهموا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. يقول آية جميلة قوي قوي، وتعرفون محبة المسيح فائقة المعرفة، يعني فوق الإدراك. حاجة يا أخ بهجت، كل ما تتأمل في محبة المسيح أنا شخصيا يعني بحس أنه أنا عاجز عن ده. أنت بتحبني ليه؟ مفيش أي حاجة فيه تتحب، بس هي محبة المسيح الفائقة المعرفة. تخليني أغني، تخليني أغني وأرنم وأفرح. وإحنا هنعمل كده دلوقتي حالا، هنقوله بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي لمحبتك. وبعد كده تعمل ايه بقى لما تيجي؟ اعمل اللي انت عايزه عليك. كل واحد بقى وانطباعه. وارتمي عليك اروي زي ما قال، انا عطشان جدا بقى زي العطشان في الصيف، ما هو عاوز يشرب ومحدش يقدر يمنعه لان هو لقي مصدر للارتوى والاشباع. احنا كمان قدام الحب اللي بيقدمه لنا الرب، تعال نقول له بالفضل ده، فضل نعمتك. مش ترانيم حافظينها وحابينها، والاخ هرماس سمير صاحب الكلام واللحن بنستمتع بيه بترانيمه، لكن احنا ممتنين للحب الالهي. وهنشوف البرهان ده في الحلقه بتاعتنا. يلا نرنم للرب. امين.
قد ايه عظمة الاسم، وعظمة الاسم مش في ذاته، لانه في ذاته هو عظيم، واحنا بنخاف من عظمته لانه مرعب مخيف. الله مخيف، الله عظيم، الله جبار، الله كبير في ذاته. لكن اللي خلى الحب العظيم ده قريب مننا ونقدر نتغنى عنه انه جه لغاية عندنا واظهر شكله الجميل بالنسبة لنا. احنا الوضعين الضايعين القليلين، جانا الحب العظيم. لما بيحب يحب على قد مستواه، على قده، بس حب الله حب الاقل من المستوى طبعا، فاثر فينا. عشان كده انت اخترت العنوان برهان الحب وتاثيره. واللي حضرتك بتقوله ان هو العظيم، الجمال في الموضوع انه ما طلبش ان احنا نروح بس هو اللي جانا. ايوه، يعني يقول لنا الكتاب في فيليب 2: الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصه ان يكون معادلا لله، يقول لكنه اخلى نفسه أخذا صورة عبد ووضع نفسه، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. المسيح حبنا محبة فوق الوصف، زي ما قرينا في أفسس فائقة المعرفة. في ناس بترفض أخلى نفسه، أنا كده بيقلل من عظمة الله وعظمة حبه. لا، أنا يعني أنا الكتاب يقول لنا إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. العظيم لما يتضع هو ده القوة، هي دي القوة وهي دي القدرة الفائقة ليه. كان سهل قوي يقول لنا اعملوا شوية حاجات، اعمل ده وما تعملش ده، أوامر ونواهي. لكن الأصعب إنه يأتي ويضع نفسه عن كل واحد منا، وهو ده جمال الحب. جمال الحب اللي مش كلام، مش كلام. يعني انا ممكن اقول لحد انا بحبك قوي، انا انت اغلى حد عندي، ولما يجي يتزنق لي ما يلاقينيش، ده يبقى كله مجرد كلام. لكن المسيح لما احبنا اخلى نفسه اخذا صورة عبد ومات بنعمة الله لاجل كل واحد فينا. مات عشان اجي انا 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 اللي ما استاهلش. الترنيمة اللي جاية أنا بحبها قوي، لأنه بيقول له كده: مين زيك أنت؟ أيوه، مين في جمالك؟ مين عمل كده؟ مين عمل كده؟ في ترنيمة جميلة قوي بتقول: محبة الله سمت ما قاسها عقل فطيم. الترنيمة دي فيها عدد جميل بيقول: لو صار حبرا كل يم وورقا كل الفلك وكل عشبة قلم والكل في النسخ اشترك، ما كتبوا ما وصفوا محبة الحبيب، فاقت سمت فاضت طمت مقدارها عجيب. عايز اقول له مفيش حد زيك. مين في جمالك؟ انت حبيبي، حبيبي ابرع جمال من كل الناس. امين حبيبي.
زيك انت مين في جمالك مين في حلاوتك يا يسوع مين زيك انت أبرع جمال من كل الناس ولأنه حبيبي. إيه التأثير اللي لامس قلبك وأنت بتغني الكلمات الحلوة دي عن حبيبي؟ إيه اللي في الحب ده لامس قلبك؟ إيه أكتر حاجة فارقة معاك؟ أكتر حاجة فارقة معايا إنه الحب ده مش متوقف عليا أنا. عليه هو. الله مطلق وكل صفاته مطلقة، فلما بيحب بيحب محبة مطلقة ما بتتغيرش مع الظروف. انا وانت لو احنا حلوين مع بعض تمام انا بحبك عشان انت حلو معايا، لكن لو اتغيرت وتحولت عني اكيد انا كمان هتغير. اصل احنا محبتنا مش كامله مش مطلقه، لكن الله محبته ثابته. عارف في ترنيمه جميله تقول محبه الله عجيبه عجيبه. محبه الله ثابته في كل الاحوال، محبه كمان غريبه ما بتتغيرش. دي أكتر حاجة تخليك أنت متكل عليها، وزي ما كنا بنرنم في الترنيمة التانية وأرتمي عليك. ده اللي يخليني أبقى مطمن. أنا حلو النهاردة، أنا وحش، أنا حياتي مظبوطة حياتي مش مظبوطة حياتي متلخبطة. ده مش تصريح أن أنا أعمل كده، يعني أرجو أنه ما يكونش مفهوم أن أنا ألخبط، لكن في كل الحالات هو بيحبني. عارف أنا زي بالظبط ابنك أو بنتك. انت لما هو بيعمل حاجة غلط انت مش زعلان منه قد ما انت زعلان عليه. صح. بتبقى قلبك موجوع. لا انت جميل ما تعملش كده، انا موجوع عليك. ايوه. والرب بيعمل معانا كده، بيعاملنا كأب رائع محب بيحبنا محبة يعني فوق الوصف. كلامك هو ده اللي بيطمني. كلامك اللي معاك في الخط وفاهمين اللي انت بتقوله طبيعي وانسيابي. ناس كتير بتشوفنا مش مصدقة الكلام ده أو حاساه نوع من المبالغة في الديانة دي في الفكر ده وفي الفلسفة دي. هحتاج منك توضح تفاصيل. بس أخد تليفون معانا الأخ مسعد من القاهرة. ألو ألو أخ مسعد، أهلا بيك. يبدو عشان المطر السيجنالز مش كويسة. لا لا عايز تسمع. اتفضل. لا الصوت مش واضح قوي. طب لو ينفع ترجع لنا مره تانية يبقى كويس، او تغير مكانك. هنتكلم عن الحب ده لانه مش مقبول عند البشر. صعب عليا تحبني وانا بخونك او بهينك او بنكرك، احنا كبشر مع بعض، فبالك بربنا. انت بتنزل قوي من ربنا. لا انا مش بتقلل من قدره. انا بقول الفلسفه اللي بترفض الفلسفه دي انه لا الله مش قليل للدرجه دي، الله كبير قوي. انت تغلط فيه ديك على دماغك ويظبطك وتظبط بقى وتحبه صح وما تغلطش، ولما تغلط تحاول تعمل حاجات تراضيه. يعني صعب الواحد يؤمن بالفكر ده انه يصدق ان الله يحبني رغم وحشتي والكلام اللي حضرتك بتقوله. مش بنكر مش بكذبك. لا انا فاهم. انا بقول ان كلامك مش مقبول عند قطاع كبير من الناس. طيب نقول الترنيمه اللي جايه وتفسر لنا الحته دي. حاضر. اله الحب نجاني بموت الصلب احياني بروح القدس يهديني يعزيني ويرعاني. الصلب أحياني
زي ما قلنا الله مطلق وكل صفاته مطلقة. لما تقعد تبص على الله وتتأمل في عظمته ولا محدوديته. يعني انت النهاردة لما انا من الحاجات اللي بحبها قوي ان انا اتفرج على الكون وفيديوهات عن الكون وكده. لحد النهاردة ما قدروش يجيبوا اخره. فانا عايز اتخيل مع حضرتك ومع اعزائنا المشاهدين. الله اللي خلق هذا الكون العظيم جدا اللي ملوش نهاية. هسأل سؤال مهم. هل ده ما يقدرش انه يتنازل؟ يقدر. الصغير ما يقدرش يكبر للدرجة دي. طبعا. لكن الكبير يقدر يتنازل. لو في ملك بمنتهى البساطة يقدر يلبس لبس واحد من عامة الشعب وينزل يعيش وسط الناس. وحصلت بين البشر. اي كتير. كتير في ملوك وحكام ورؤساء بيعملوا كده عشان يشوف الناس. فاحنا النهارده الله لم يراه احد قط. الله ما حدش شافه. طبعا. الابن الوحيد اللي هو شخص المسيح ليه كل المجد. الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. محبه الله بالنسبه لي كانت هتبقى مبهمه مش معروفه. لكن المسيح هو تجسيد حقيقي لمحبه الله. ده كلام كبير. طبعا. عشان انت ابن اسيس بقى وفعلت مدارس لاهوت فبتقول كلام كبير. لا بس هو مفيش ما ينفعش يصغر عن كده. بالظبط. بالظبط. هو التجسيد الحقيقي والبرهان العملي على محبه الله. يقول لنا كتاب يوحنا 3:16 الايه اللي كلنا عارفينها وحافظينها لانه هكذا احب الله العالم. احبه ازاي؟ حتى بذل ابنه. حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. زي ما بقول لحضرتك مشكلتنا مع الحب ان احنا متعودين ان الحب كلام. لكن محبة الله في المسيح يسوع هي محبة عملية حقيقية فاعلة. ومنها نفهم الحب بجد. يعني هو ده الحب اللي عايز تقيس عليه. لان كل حاجة لها مقاس. فعايز تعرف الحب طبعًا. بجد طبعًا. مش اللي بيغنوا بيه في الشارع. لا 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 خالص. لكن الحب الحقيقي هو اللي الله قدمه. بالظبط. يعني انجاز التعبير الحب اللي بيتغنى عنه ده حب رخيص. كنت هقول كده بس يعني حب رخيص بالمقارنة بالحب القديم. والله طبعا لا يقارن.
لا يقارن، يعني ما فيش مقارنه، ما فيش وجه مقارنه، ولا يصح ان احنا نحط ده جنب ده طبعا، لانه محبه الله عجيبه عجيبه. يعني زي ما كنا قرينا تعرفون محبه المسيح الفائقه المعرفه، دي الناس ما يستاهلوش. يعني حضرتك لما مثلا نقرا في روميا 5 في ايه جميله قوي، يقول لان المسيح اذ كنا بعد ضعفاء، احنا ضعفاء، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، مات في الوقت المعين لاجل الفجار. يعني الفجار دول مش بس الناس اللي بيغلطوا، ده اللي بيغلطوا باستباحة، واعتقد كمان انهم بيشجعوا الاخرين انهم يعملوا الغلط. يعني الغلط مبدأ في حياته، الغلط متأصل فيه. يقول لكن في الوقت المعين، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. بعدين يقول فإنه بالجهد أحد يموت لأجل البار. يعني انت عشان حد كويس يعني بصعوبة جدا حد يموت، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. لكن بص بقى الآية الجميلة، يقول لكن الله، ده استدراك بقى، لا مش ده، مش الله، الله مش كده، مش عشان الحلوين زي ما المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يقول ولكن الله بيان محبته لنا. إيه بقى اللي حصل؟ لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. كلامك أثار ناس كتير بيسمعونا وبيشوفونا، فهناخد منهم مكالمتين إذا تسمح لي. معنا الأخت نهال من لندن، ضيفتنا، مش ضيفتنا بقى، هي ضيفة مستمرة مشتركة معنا. تفضلي يا أخت نهال لو معنا على التليفون. سلام ونعمة يا أخ بهجت، حلقة في منتهى الجمال، وكلامكم بجد بجد أمام الله وأقول الصدق في المسيح في منتهى الأهمية. برحب بحضرتك وبالفريق الجميل، مرنمين وعازفين، وبالأخ جاك، الرب يبارككم جميعا ويستخدمكم دايما لمجد اسمه. شكرا لاختيار الموضوع الجميل، إنه في برهان فعلا للحب اللي أتجاسر وأقول إنه مسيحيتنا بتتميز بيها عن باقي مبادئ العالم كله، ببساطة لأنه مسيحنا هو الحب ذاته متجسدا. لأنه الله لما أحبنا ما حبناش، إنجاز التعبير، محبة شفوية يعني بالشفاء فقط، لكن محبة عملية، محبة باذلة. لما أحبنا بذل نفسه لأجلنا، والأروع أنه أحبنا وإحنا ما زلنا خطاة، زي ما لسه سمع دلوقتي وأنا في الانتظار. يعني الأخ جاك قال ما كانش فينا حاجة بتتحب، والواحد بأمانة مش تواضع ولا حاجة، لما صحيح. بيبص على نفسه ساعات كتير بيقول واو يا رب انت حبيتنا على ايه. وعلشان كده بحب المرنم اللي قال له حبيتني ليه، كان فيا ايه، ده انا كل خطية وشهوة رضية، بس انت رضيت تيجي وتسكن فيا. والحتة الجميلة اللي بتقسمني انا شخصيا ان محبته لينا ما كانتش رد فعل الحبنا ليه، لا ده هو اللي بدأ بالحب منذ الأزل قبل تأسيس العالم، وأنا وحضراتكم وكل المشاهدين في خطته. وما أحلى الكتاب لما بيقول محبة أبدية أحببتكم، من أجل ذلك أدمت لكم الرحمة. ويا بخت بقى اللي هيقبل الحب ده النهاردة. وأنا عايز أقول حتة مهمة هنا، حب الله لينا إنجاز التعبير عنوانه هو الصليب، واللي مش هيقبل الصليب يبقى هو بيرفض محبة الله ليه. صحيح. عشان كده بصلي من كل قلبي انه زي ما قلت يا اخ بهجت يكون في ادراك وفهم واستنارة جديدة للمشاهدين اللي بيقولوا استغفر الله العظيم، ازاي الله يتنازل وياخد صورة انسان، حاشا وكلا، لا صدقوني هو ده عين العظمة، هو ده الاله اللي يستاهل ياخد كل الاكرام وكل الاجلال، ان نقول ان الله تنازل مش الله تعالى. عشان كده نفسي اخ جاك يعني تقول كلمة لحد بيشاهدنا النهاردة ومتعثر في الحتة دي، ويقول يعني ازاي، يعني حضرتك انت قبلت ازاي شخصيا ان الله العظيم عز وجل ده يكون بيتصلب علشان خاطر حد عادي زيي، وايه اللي تقدر تقوله ليا كمشاهدة اني انا اقبل هذا الحب بهذا التواضع والاخلاق. انا عارفة ان حضرتك لمستها وانا في الانتظار، بس سؤالي لحضرتك ما ينفعش يعني اقبل محبة الله ليا وبلاش حتة الصليب والكلام الصعب ده؟ سؤال ذكي ورائع وجميل، هخلي الاخ جاك يجاوب عليه، بس عايز يفرد له شويه وقت.
هاخد مكالمة تاني وراكي. شكرا للتوضيح الجميل. هو أكيد كان هيتكلم عن الصليب، لأن برهان الحب مش في الكلام الحلو، لكن في أن الله أثبت ده بالصليب. طبعا شكرا لحضرتك. ناخد مكالمة تانية علشان نستفيد بالوقت. معانا الأخت ساندي. أيوه يا أستاذ. اتفضلي، أنت معانا على الهواء. اسمعينا من التليفون يا أخت ساندي. ألو. مش من التلفزيون. سامعني؟ أه سامعينك، اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. أهو معاك، سامعني كده؟ أه اتفضلي، عايزة تشاركينا بإيه؟ صلي لرد والله طلبة. اتفضلي. بقول لك عايز اترك صلاه الراسي، راسي بيصدع على طول مش عندي. راسك عندك صداع؟ انا مش سامع بوضوح. ايه؟ بتطلبي لاجل ايه؟ ما بتناميش بالليل. طب ايه السبب يا اخت ساندي؟ هل في حاجه معينه في نفسيتك؟ هل في حاجه معينه في جسدك؟ يعني ايه السبب اللي انت بتتوقعيني بيخليكي مش بتعرفي تنامي مرتاحه؟ خط فصل. ناخد الاخ عريان. اتفضل اخ عريان، اتفضل. ربنا يبارككم. وفعلا كان في امطار على مستوى جبريه مصر العربيه، ده كان في امطار جايه من السماء محبه الله للبشر كلها من خلال عمل الصليب. لكن بشكر ربنا لاجل ضيفك الجميل ومجموعه رائعه جدا اللي من خلالهم شعرين بجد وروح رغم جو امطار كتير، لكن شعرين امطار بروح القدس. كان في حد دردش معايا عن الصليب وعنده مرض وقال لي ده صليبي، انا لازم احتمل صليبي. في حد تاني جوزها تعبها شويه وكان عامله مشاكل ومش عارف ايه، قالوا لها كده يا فلانه معلش تحملي ده صليبي. هل صليب المرض؟ هل صليب التجارب؟ في حاجه زي كده؟ ولا افهم انا ايه من خلال الصليب واحنا بنحتفل بصليب ربنا يسوع المسيح؟ شكرا ليك للمشاركه والسؤال الحلو. الاسئله كترت على الاخ جاك ومش عارفين هيعمل ايه فيها، لكن شكرا للسؤال الحلو الاخ عيال. والاخت نهال نفس الفكره، الصليب هو الدليل الوحيد. طبعا اكيد حضرتك كنت هتتكلم في الحتت دي. امين. لو عايز تقول حاجه ولا نقول ترنيمه ونرجع؟ نقول ترنيمه. نقول ترنيمه يلا نقول ترنيمه مع بعض. لا لن ارى حبا اعظم واقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، الصليب الذي اخترته طوعا وهو عقاب عادل ليا وللاخ جاك ولكل الناس اللي بتشوفنا. الصليب هو كان بتاعنا احنا، لكن الله رضى انه ياخد مكاننا احنا على الصليب. لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كلنا خائف ليهود حين
النخائي ليهود حين أسلمك، ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك ابن عدين من النحاس. مثل يهود نسلبك، ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك ابن عدين من النحاس. مثل يهود نسلبك، ورغم ذاك نحن نرى سيطلق بالإفراط. صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكربان. الجمع كان ينادي لبرابس يطلق بالإفراط. صلبك كان مطلبهم أن تجلد أنت بالكربان. حاكموك عينوك نخش في الحوار، ناخد كمان مكالمة أو اتنين. يلا بينا، مين معانا على التليفون؟ الأخت ساندي. ساندي اتفضلي. أخت ساندي، كنت بتصلي بتشاركينا إنك مش بتنامي بالليل، صح كده؟ ولا أنا بنام بالليل وعايزة ربنا يخش في حياتي. عايزة ربنا يخش في حياتي، أنا سامع كده. رائع أخت ساندي. آمين. طيب أنا هطلب من أخويا الغالي جاك إنه يرفع صلاة لأجلك، لكن هل أنت عارفة احتياجك لربنا قد إيه؟ هل انت شعر انك محتاجة فعلا لربنا يخش في حياتك؟ عايزة ربنا يخش في حياتي وطن. امين. وعايزة يقبل صلاتي. امين، هيقبل صلاتك. والاخ جاك بيصلي لاجلك، انت كمان صلي بينك وبين الرب. هو الرب سمع صوتك انت وصلاتك انت، بس مش مهم الكلمات والحروف والصلوة نفسها، لكن قلبك اللي محتاج، مش كده يا جاك؟ طبعا. يلا هنسمع الصلاة من الاخ جاك، وصلي بينك وبين الرب والرب سمع صلاتك. اتفضل. أبونا السماوي الكريم، بنشكرك بنعظمك من كل القلب. نشكرك يا رب لأنك بتحبنا محبة غير عادية يا رب، زي ما قال المرنم كده، بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته.
يا رب بنشكرك، بنشكرك لأنك إيديك مفتوحة لكل حد بيجي لك وبيقبلك وعايز يعيش معاك. يا رب بصلي صلاة خاصة من أجل أختي ساندي. يا رب من فضلك اقبلها في دم يسوع، وافتح يا رب عليها بركات حتى لا توسع. يا رب باركها بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. بصلي يا رب انك تستلمها بالكامل يا رب، وتكون ابنة ليك في اسم الرب يسوع، وعلشان خاطر صليبه ولك كل المجد. امين يا رب. مبروك عليك يا اخت ساندي، لو انت فعلا خدت القرار الحقيقي بعمل الروح القدس في قلبك، مبروك عليك. مش الحياة تبقى احلى، لكن بمحبة المسيح بتخلي الحياة أكيد أحلى. الرب يبارك حياتك، ونحب أنك تكتبي لنا على الصفحة أو تتواصلي معنا في الحلقات في الأسابيع اللي جاية، نطمن على رحلتك مع الرب يسوع. وناس كتير بيشوفونا خجاك، مش بيتصلوا زي الأخت ساندي، لكنهم بياخدوا قرارات. أمين. فإحنا متأكدين أن الله بيعمل في هذه الأيام الصعبة اللي فيها باينة قوي محبة الله، لأن ما عندناش غيرها دلوقتي. صحيح. مفيش حاجة تسندنا. صحيح. ولا تشجعنا، لا بشر ولا إمكانيات ولا ظروف ولا أمان. في حتى الأرض بتتهز كتير الأيام دي، ما عادتش ثوابت، بس محبة الله ثابته زي ما قال أخويا جاك، وهي بس اللي نقدر نتسند عليها. صحيح. قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية ناخد كمان مكالمة تليفون معنا. الأخ حشمت من القاهرة، تفضل أخي حشمت. مساء الخير. مساء البركات رجال الله الأحباء. يا رب يخليك الأخ حشمت نسيم. الأخ بهجت عدلي، الرب يبارك ويبارك. الاخ جاك اميل، تعيش، واضح انك بتحب عشره عمره حبيبي اخ حشمت. ازيك؟ الرب يبارككم، برنامج جميل، تعيش. وسلامي للفريق الجميل. امين. يعني انا اقدر اقول انه اكتر حد بيقدر يتكلم عن المحبه بصدق مش مجامله الأخ جاك حقيقة، لأنه شكرا. عشرة طويلة وشفت كل محبة حقيقية من الأخ جاك. أنا شايفه بيرنم عن محبة الرب بقلب كده، كنت هسأله أنت إيه اللي فارق معاك، واضح أنه في حاجات كتيرة مأثرة فيه يعني. الرب يبارككم ويستخدمكم وتكونوا دايما في الارتفاع ومسلمين يا رب. أمين يا أخ حشمت. الأخ حشمت شريك خدمة، وهو مرنم جميل. يعني خدمنا مع بعض سنوات طويلة، ربي يباركه. ربي يبارك حشمت، وشكرا لأجل الاستنارة. بخصوص احنا ما سألناش الأخ جاك عن تفاصيل تخص حياته، بس أنا علاقتي يعني مش قليلة بيه، لكن برضو ما عرفش كل حاجة عنه وقت البرنامج، لأنه مجرد ساعة ونص بس، مش ملاحقين وعايزين نقول حاجات كتير. بس أكيد تحب تشاركنا في وسط الترانيم بحاجات شخصية بيفرق مع الناس. طبعا لو قلت أن أنا فرق معايا جدا في موقف كنت كذا في ثواني، مش هقول دلوقتي، مش يعني مش هلخبطك وشوشك وخليك تفكر، لكن حلو الناس تعرف حاجة شخصية عنك، لأن ده بيفرق. إن محبة الله مش كلام في الكتاب المقدس بس، وإن كان ده يكفي، لكن أنا كمان اختبرت اللي في الكتاب المقدس. بس بعد ما نقول الكلمات الحلوة اللي جاية، بحر محبة الفادي لا يحد، متسع بحر ملوش آخر، زي ما كان بيقول أخويا جاك من شوية. يلا نرنم الكلمات دي ونرجع نتكلم مع بعض.
قد فاض حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحي لا داود واردا لله في المسيح وترنما شافتايا بالتسبيح كل مالي في الحياة كل عمري للممات كل مالي في الحياة كل عمري للممات للحبيب من فداني بالصليب. ده يكون التكريس ان كل عمري بقى للحبيب مش عشان الدين بيقول لي لكن علشان الحب بيقول لي وده التأثير اللي هنتكلم عنه بس في الآخر. عايزين بقى نرجع تاني لمرجوعنا برهان الحب وتأثيره. لو عاوز تشاركنا بحاجة أنا قطعتك كتير. لا لا. لكن لو عاوز تقول حاجة عن برهان الحب وتأثيره نرجع نكمل بعدها تسبيح. زي ما قلت لحضرتك في الأول المحبة تفضل كلام لحد لما يبقى فيه فعل. وده اللي المسيح عمله. ده الجمال. إنه أنا معرفش حضرتك أكيد شفت القصة بتاعت يوحنا بنيان اللي هي السائح المسيحي. أنا على ظهري في حمل تقيل اسمه حمل الخطية وأنا عاجز على أن أنا أوفي مطالب الله لأنه أنا مهما عملت أنا خطيتي أنا بغلط في حق الله. يعني مثلا لما نرجع لقصة يوسف لما امرأة سيده حبت تعمل معاه الخطية قال لها جملة مهمة جدا 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 قال لها كيف أفعل هذا الشر العظيم أخطئ وأخطئ إلى الله ما قال لهاش وأخطئ إليك أو إلى نفسي أو حتى إلى فوتيفار لكن الخطية هي موجهة ناحية الله. أي خطية أي خطية أيا كانت ما أنا النهاردة لما مثلا بتنمر على حد الله خلقه كأني بقول لله أنت مش عارف تخلقه كويس فأنا بتنمر عليه بتريق على شكله بتريق على مثلا لو حد عنده صعوبة شوية في الكلام أو أي حاجة لما بتنمر على حد أنا كأني بقول لله أنت مش عارف تخلقه صح فأنا بتريق عليه فأي خطية كانت هي موجهة لله نفسه عشان كده أنا مهما عملت ما أقدرش أوفي أو أدفع ثمن الخطية دي لازم حد تاني هو اللي يدفع. يعني أنا النهاردة لو مديون بعشرة مليون جنيه وخلاص رايح للسجن الحاجة الوحيدة اللي تخلصني من السجن انه حد يجي يدفع العشرة مليون دول ودي قصة حصلت. الكتاب بيقول كان في واحد عنده مديون عبد مديون ليه بعشرة تلاف وزنة والراجل ده راح قال له معلش اديني وقت وانا هوفيك. توفي ايه لا انت ولا عيالك ولا عيال عيالك لحد عشر خمستاشر جنيه هيقدروا يوفوا العشرة تلاف وزنة فسامحوا السيد فقال له خلاص انا سامحتك. الغريب جدا ان الراجل ده كان ليه زميل تاني مديون له بمية دينار مبلغ ممكن بسيط. يكون كتير بس مش بسيط. مقارنة بعده بسيط جدا جدا فهو راح قال لزميله لا انت لازم تديني اخر فلس لما السيد سمع زعل قوي انا سامحتك انت زي ما سامحتش اخوك مش ده الموضوع بتاعي قد ما الموضوع انه الدين بتاعي كبير قوي 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 ما اقدرش اوفيه يعني لا صلاه ولا ممارسات دينيه ولا اي حاجه ممكن اعملها في المسيح تغطي اللي فات ده اللي انا عملته غلط. المسيح هو الوحيد لان انا مهما عملت انا محدود انا صغير قوي انا انا يعني انا زي ما ابراهيم قال انا تراب ورماد انا ولا حاجه فكون ان انا اقف قدام ربنا واقول له انا هعمل شويه حسنات عشان اوفى كاني بقول لربنا احنا راس براس ما ينفعش ما ينفعش. هي النعمه اللي رنمنا عنها هي نعمته. يعني ايه نعمه؟ مش عيش ولا حاجه لا النعمه دي انها هبه مجانيه لواحد ما يستاهلهاش حاجه ببلاش كده لحد ما يستاهلش. فالله احبني وانا لا استحق ومات بدالي وانا ما استاهلش وانا دوري ان انا اقبل الحب بس. ده يعني ما فيش بس. حاجه اعملها علشان اقول له متشكرين بس. لكن اقول له بس. شكرا وعيش بقى اسير اعيش اسير نعمه الحب ده اسير النعمه واسير الحب رائع. ولازم نرنم عن نعمه الله والحب اللي بان في الصليب. بس قبلها ناخد مكالمه تليفون. الو الاخ عادل لسه معانا؟ اتفضل اخ عادل. الو اهلا بيك اتفضل. الو مساء الخير. مساء النور. ازيك حضرتك عامل ايه؟ ربنا يبارككم ويبارك حضرتك. شكرا. اتفضل. كنت عايز افكر بالصلاه بس لاخويا كان هيعمل عمليه في بكره تغيير مفصل. امين. وانا قاعد في المستشفى دلوقتي بنسمع البرنامج على محطه القلب. اسمه ايه اخوك؟
اخويا ماجد وديع. ماجد وديع، حاضر، يعني شركائنا في الصلاه للبرنامج. عقبه الصلاه. يا ريت يكتبوا الاسم على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، ليك تسبيحنا ونتشارك في الصلاه لاجل ماجد وديع. الرب يحسن اليه ويعمل العمليه وتنجح بمعونه الرب. شكرا ليك يا اخ عادل لمشاركتك. شكرا ليك. يلا قبل ما الوقت بتاعنا يجري، يلا نقول يا اللي مت بدالي، يا الهي انا قلبي يسجد ليك، يا الهي انا قلبي يخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. امين. يا رب انا مبسوط انه رغم الكلام اللي بيتقال تقيل بس ماشي بسلاسه، حاسك بتقوله ببساطه كده. شكرا. فكمل البساطه دي بموضوع الصليب. انا في الصليب الحقيقه من اروع الاجزاء الكتابيه اللي اتكلمت عن الصليب اشعياء 53. انا الاصحاح ده لما اقراه او حتى اتامل او اوعظ فيه انا بنسبي، يعني انا عايز اقرا للساده المشاهدين الاصحاح ده، وأرجوك يعني ده أهم من أي كلام أنا ممكن أقوله. أتشوف الكتاب يقول إيه. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهي. في الصليب المسيح كان منظره كذا مفسدا، هيقول بعد كده محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. بس بص الآية الجميلة اللي جاية يقول إيه. لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، شال حزننا، شال وجعنا، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. كلنا كغنم ضللنا، إحنا ضللنا مش كده؟ طبعا. الجميع زاغوا فسدهم مجد الله، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه. هي دي المفتاح. شوف الكتاب يقول إيه، الرب وضع على المسيح إثم جميعنا. مع أن إشعياء بيت بالكلام ده قبلها بسبعمية سنة. شايف الكتاب، يعني كتاب عظيم، يعني زي ما بطرس قال وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. شوف هنا قبل الصليب بسبعمية سنة يقول
والرب وضع عليه. هي دي بقى الآية اللي بتأسرني، انه خطيتي انا وشري ونجستي وقذرتي وكل العبر قول اتحطت على المسيح الصليب ومات بيها، وانا مش محتاج اموت. انا كل اللي انا محتاجه ان انا اتحد بالمسيح، اصدق ان عمل ده عشان خاطري فانجو. بس ببساطة بس 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 مش كلام، الكلام سهل، لكن حياة حقيقية وتكريس حقيقي لشخص المسيح. والرب وضع عليه إثم جميعنا، هي دي الآية المفتاحية في إشعياء 53. يقول ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. يقول الكتاب عنه في العهد الجديد أنه الله جعل الذي لم يعرف خطيئة، لا يعرف خطيئة، الخطيئة ما عدتش عليه، ما فكرش فيها المسيح القدوس الطاهر البار، الخطيئة ما جاتش في ذهنه لأنه هو مولود بلا خطيئة، ميلاد عذراوي، فما فيهوش خطيئة اللي جاية من آدم. فجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا، هو نفسه صار خطيئة لنصير نحن بر الله فيه. كلام وهو صعب. ده جمال المسيح، جمال الصليب، جميل وصعب لكنك قدمته ببساطة. أشكرك يا رب اللي بيسمع ويشوف يعني يستوعب. ولو عندك سؤال مش لازم تتصل بينا دلوقتي لأن وقتنا تقريبا بيخلص، لكن اكتب لنا على الصفحة على الفيسبوك أو اتصل بالأرقام دي وابعت لها رسالة. يعني لازم تتواصل معنا لو أنت محتاج للكلام ده، أنا عارف ناس كتير محتاجة للكلام ده وعاوزة تفاصيل أكتر، ووقتنا مش هيسمح إن احنا نقول أكتر من كده. يا رب يا رب بالروح القدس يتلامس الكلام مع قلبك وخد خطوة. لو أنت مش عارف توصل لحاجة قول له يا رب أنا مش فاهم حاجة بس عايزك، وهو موجود ليك لأن الله متاح لكل البشر لأنه بيحب كل الناس زي ما سمعنا. مش عارف معنا ناس على التليفون، قبل ما نقول يسوع فداؤنا سلامنا رجال، معنا الأخ مسعود، اتفضل أخ مسعود. خيرك خبايك. مساء النور. أنا عارف يا خبايك. اتفضل. المدام عندها شريان من الطفل. المدام عندها شريان. المدام عندها شريان. حاضر أخ مسعود. وأنا عندي القنطرة. بسنوات الرب هيشفينا احنا اثنين. امين. حاضر يا اخي مسعود، المدام عندها شريان، عنده حاجه تخص القلب وحضرتك عندك كانسر. عندها شريان مضخم. حاضر اخواتنا. امين. اخواتنا اللي بيشاركونا الصلاه يا ريت يكتبوا الكلام ده على الصفحه بتاعتنا وكلنا نشترك لاجل الاخ مسعود وزوجته. والرب يحسن علينا، بنتكلم عن الصليب والحب الإلهي، فأكيد الحب كل الحب ده مش بيبخل علينا بتفاصيل بسيطة، يعني مفروض إنها حتى ما بتفرقش معنا كبشر، بنعيا ونخف ونعيا ونخف، لكن بيفرق معاه جدا لأن الحب الكبير قدام الحب الكبير ده كل حاجة هينة، يقدر يعمل كده. نعم يقدر الرب يشفيك ويشفي المدام ويتمجد معاكم. وأرجوك شاركنا باستجابات الصلاة وشجعنا بيها وبالإيمان اللي عندكم. يلا نقول يسوع فداؤنا. أستأذنك بس عايز أقول حاجة في الحته دي، انه ده يشجعني في حاجه اخويا بهجت، انه ايا كانت حالتي ايا كانت خطيتي ايا كان اللي بمر فيه انا مقبول في شخص المسيح، لانه الله حط عليه كل نجاستي وقذرتي اللي شعرين بذنب الكلام. طبعا طبعا، وحتى في مشهد الصليب بيقول الكتاب ان الاب حجب وجهه. ازاي القدوس ده يتحط عليه كل الخطايا دي؟ عشاني، عشاني انا. لما تتفرج او تقرا مثلا في يوحنا 4 عن السامريه، ست يعني صعبه جدا ورايحه تملى الساعه 12 الدور عشان ما حدش يشوفها، والرب بمنتهى المحبه فضل معاها خطوه خطوه لحد ما وصلها ليه. عشان اي حد بيسمعنا وحاس انه ما يستاهلش الكلام مقبول حلو ده، مقبول ايا كانت حالتك عزيزي المشاهد، ايا كانت حالتك ايا كان اللي انت بتمر بيه، حتى لو كنت اسوأ الخطاه. بولس الرسول كده قال كده، صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه. المسيح لما جه للعالم كان هدفه الصليب، ما بيفكرش في حاجه تاني، كان بيفكر بس في الصليب عشان فداء البشر، مش جاي عشانك انت، عشان انت يبقى ليك حق انك تقول له
انا عايز اعيش معاك. يعني تغيير في مفهوم البشر عن ربنا، ما جاش عشان يدين الناس مع ان حقه ويعرف يعملها وده الطبيعي، لكن جه عشان يخلص الناس. فمهما كنت عالي او واطي فوق او تحت، شرير او حاسس انك بتاع ربنا، كلنا زي بعض، الفروق بيننا بسيطه جدا، لكن الحب السماوي ده اللي جاي لغايه عندنا يغطينا كلنا، يغمرنا، يغرقنا كلنا. لو حاسس بانك ما تستاهلش، انا زي حضرتك برضو ما استاهلش، لكن حب المسيح يستاهل. يعرف يوصل، ما حدش فينا يستاهل زي ما حضرتك بتقول. مش فينا يستاهل. يلا ناخد مكالمه ونخش للترنيمه بتاعتنا الجميله. الاخ رفعت من مصر. اتفضل اخي رفعت، متاسفين اخرناك. الو. اتفضل. اهلا. الو. انا اسمي رفعت بشاين. اهلا بحضرتك. تكون تبع الاخ جاك ولا حاجه؟ انا كلنا بنصلي له وربنا يباركه. امين. ميرسي. شكرا. يا اخ بهجت انا اعرفك جدا. شكرا. كنت تعرف رفعت السباك من طرف الاخ لبيب. طبعا. وتقابلنا. الله يخليك، ربنا يبارككم ويحفظكم. شكرا. ويحفظ مصر كلها. امين ويحفظك. واكيد انت تمتعت بمحبه ربنا، فانت داخل كده بصدرك بتكلمنا وانت أمين. فرحان، مش خايف، مش عايل الهم. الله يخليك. نشكر، نشكر يسوع، نشكر يسوع. هو يستحق الشكر، عشان كده هنقول الكلمات اللي جايه: مسطر عنه الوجوه، يسوع فداؤنا، سلامنا، رجاؤنا، متوج طول المدى مليكنا. لازم يبقى على راسي، على عرش قلبي متوج، يعني حد بجله وبحترمه. وده اللي احنا المفروض نتكلم عنه في الوقت الباقي لينا من البرنامج. يلا نرنم مع بعض. فجابين على سماء كي يصلبوا
عايزين نتكلم في الختام عن متوج طول المدى مليكا، يعني لازم يبقى هو على العرش. ازاي نعمل ده؟ ولو اتكلم عن حاجة شخصية تخصك او لكل المشاهدين اللي لمستهم محبة الله. يعني احنا بنشكر الله من اجل النور اللي وصل لنا وعمل الروح القدس ان احنا اتمتعنا بالحب ده. انا بصلي من قلبي ان الروح القدس يشتغل جوا كل واحد بيسمعنا، لانه محدش هيقدر يتمتع بالمحبة دي والحب ده الا بالروح القدس. الا بالروح القدس. والحياة، الحياة تتحول ان انا مش عايش لنفسي لكن عايش للرب. أيوة. لما نرجع لكورنثوس الثانية اصحاح 5 يقول الكتاب كده عن الرب يسوع في آية 14 و15 و16، يقول لان محبة المسيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا. بولس الرسول بيستعمل تعبير جميل يقول في المسيح، لما المسيح اتصلب كنا كلنا جواه، كلنا في المسيح. فالمسيح مات واحنا بالتبعية متنا معاه، عشان كده يقول لنا اذا ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا. هو ماتش عشان نفسه، هو مات عشاني انا، زي ما كنا بنرنم من شوية يلي مت بدالي. عشان كده يقول كي يعيش الاحياء. الحياة بقى هدفها يتقلب، انا مش عايش لنفسي، انا مش عايش عشان اعيش في فيلا واركب عربية ويبقى معايا فلوس وارقام في البنك، لا، كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام. انا بعد كده مش هعيش لنفسي. هو ده ال 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 مش عايز اقول رد الفعل، هو ده المردود الطبيعي للمحبة. محبة المسيح يعني قدامها ما تقدرش انك تعيش لحد غيره، وما اقدرش اعيش غير لحد غيره. التنيوة اللي جاية جميلة قوي، فيها عدد انا بحبه قوي، بيقول نهره حب جارف قوي. عارف تسونامي جرى من جنبك الطعين فدماك تحمل الخلاص. اي خطية جوايا واي شر جوايا التسونامي بتاع الدم المسيح ده يشيلها 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 ويفديني ويطهرني وينظفني. ده التغير اللي بيحصل في القلب بالظبط. ان في ناس فاكره انك هتبقى متدين اكتر، لا، او تدفع عطايا لربنا في الاوقات المقدسه اكتر، او يعني تشوف حد فقير جارك، مش فكره انك تعمل حاجات لا دينيه لا زياده، لا، لكن محبه المسيح تغمر قلبك. القلب كل افكاري ومشاعري وارادتي تخضع لي، وكل كل ذره في كياني، عارف زي ما كنا، كل حب زي ما مرنم كتب، كل حب في كياني نبعه حب يسوع، كل حب في الوجودي نبعه حب يسوع. كل انا بتنفس المسيح، انا بعيش المسيح، بعيش المسيح بكل تفاصيله، زي ما بولس بيقول يا اولادي الاحباء الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح. يبقى هو اللي باين، الناس تشوف فيا يسوع، ما تشوفش جاك في عنده ايه، عندي ايه انا؟ ولا حاجه، زي كل الناس بتضايق وبغلط وبعمل وكل، لكن لما المسيح يعيش فيا حياتي تتغير. كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم. يلا نقول الكلمات الحلوه. الرهيب قضيت تدفع القيمة.
نهر الحب ده يجرفنا كلنا، فنقدر نتغير في الحاجات اللي ما يقدروش الناس يغيرونا فيها. احنا قفلنا على التليفونات يا اخي جاك، لانه ده الوقت اللي فيه نلم الموضوع، مش بكلمات نقولها على قد ما بترنيمات تلمس قلوبنا. الترنيمه اللي جايه هنقول له انا ما استاهلش يا رب، زي ما كان بيقول لك جاك، كلنا تحت الخطيه، عشان كده مبارك ونسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك ونسم الرب. لو انت حاسس بمحبه الله، لو انت غمرتك نعمه الله، مش لازم تكون اتصلت بينا قبل كده او تتصل بينا، لكن اتصل بالسماء، اتصل بالحب الالهي وقول له شكرا يا رب. من انا لاصير من شعبك الذين دعي عليهم اسمك؟ عجبا هل دعوتني انا؟ هل انت ممتن لعمل النعمه ومحبه الصليب؟ رنم معنا الكلمات دي، بس مش بس ترنمها في البرنامج، لكن بعد ما يخلص البرنامج ترنمها بحياتك العمليه للناس التعبانه العطشانة الجعانة حوالينا في هذه الأيام الصعبة. الناس محتاجة تشوف يسوع فيك، في سلوكك، في محبتك للرب. يلا نتغنى بمحبة الرب في الترنيمة اللي جاية قبل ما وقتنا يخلص.
شعرت لي عظيمة رحمتك بسكيني ماء الحمام. حبك يفوق كل خيال بجملتي أباركك. مهنا لك قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك. هل أنا أصرخ يا أبا الآب مجدا فقد صرت هنبارك اسم الرب بحياتنا بتقوانا، هنبارك اسم الرب بحياة القداسة. عشان كده في الترنيمة اللي جاية هنقول له سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع، قدني فتكلاني عليك كي أخدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، والقلب قدس يا أخويا جاك والفعال حتى أرى يسوع. عايز توصل رسالة لينا؟ هو الأول التغيير يبتدي جوه وبعدين يبتدي بعد كده يطلع لبره. الرب لما يغير القلب، الرب لما يغير القلب السلوك يتغير. السلوك نتيجة وبرهان. نتيجة لتغير قلبي وبرهان على انه قلبي اتغير. لو انا قلبي ما اتغيرش هفضل زي ما انا في شري وفي كل الحاجات اللي بعملها، لكن لو قلبي اتغير سلوكي اتغير، وده نتيجة وبرهان على ان انا اتغيرت. احلى حاجة في الحياة اخويا بهجت ان الحياة تبقى للرب. صدقني اقعد فكر حتى بمنطقية كده، انا مهما عملت من مركز او فلوس او شهرة او الى اخره، في الاخر ايه؟ ولا حاجة. يفضل ان انا للرب، وان انا عايش حياتي للرب، وان انا ملك للرب، وان انا يعني ميراثي كله في السماء. يلا نقول الكلمات دي قبل ما وقتنا يخلص. انا عايز اقدم شكر، بس نفسنا نلحق نقول التنيمة كمان، لكن برضو مبدئيا هشكرك واشكر كل اخواتي التعبين والعازفين والمرنمين. انا اللي بشكرك، لكن احنا ممتنين كمان للرب وبنشكر الرب لاجل الحب اللي اتكلمنا عنه كلمات قليله. أمين. لكن الكلام هيزيد كلام ما يوفيش بالظبط في الحلقات اللي جايه. اكيد هنتوسع في الحب ولا سيما في هذه الايام. يلا نقول للرب احنا هنتوجك على عرش قلوبنا ونقدس حياتنا وافعالنا. أمين. بمحبه الصليب. في قرب المنى للخلق.
اسمع